ليس غريبا أن تحصل عشرات لا بل مئات حوادث السير في النهار، لكن الأغرب أن يقع حادث ويصور من 5 كاميرات في الوقت ذاته. المكان صيدلية بتروني على طريق بكفية أنطلياس، والزمان 8:45 من صباح الأحد. حادث ولا أغرب، سيارة مسرعة يفقد سائقها السيطرة عليها ويجتاح عابر سبيل ويدخله إلى الصيدلية التي صدم بابها الحديدي، واستقر المصدوم داخل الصيدلية. الصادم نزل منهارا وسقط أرضا جراء الإصابة وحال الهلع، فيما انتقل عمال المحطة المقابلة لنجدته قبل أن يفاجأوا بالمصاب الآخر تحت الباب الحديدي للصيدلية. دا جرس الإنذار عندي بالصيدلية على السلولير تبعي، بس رديت عرفت أنه الصيدلية عم تعرض لشيء من وراء الإنذار. تبدو السيارة طلعت جاية على أساس وقف الجرس، ممكن تكون قطعت كهرباء، وتفاجأ بسيارات الإسعاف هون وسيارة الأمن الدرك والشباب كلهم مجمعين، لقيت في شخص بالأرض. الصادم يحمل الجنسية الإيرانية ووالدته لبنانية، والمصدوم سوري، والاثنان لا يزالان في غرفة العناية الفائقة ووضعهما يتحسن، ولم تتمكن قوى الأمن من استجواب الصادم لمعرفة ما حصل معه. هي السرعة تضبطها أحيانا كاميرا قوى الأمن، وأحيانا أخرى كاميرا مراقبة، وفي الحالتين السرعة هي السبب الأول للحوادث فتجنبوها.